مشاهدينا مشاهدي نص الحلو، رجعنا لكم تاني وفقره كلكم بتحبوها، فقره الاحلام. النهارده هنناقش حاجه مهمه جدا. احنا ممكن ننام نصحى من النوم قلبنا مقبوض مش عارفين ليه، حلمنا بحد مات، حلمنا ان احنا ماشيين في جنازه. هل ده بيبقى ليه دلاله معينه في الحلم؟ هل ده ممكن يخلينا فعلا نخاف ولا هي حاجه مبشره؟ ده كله هنعرفه مع الجميله اسماء بدوي اللي هتفسر لنا برضو احلامنا اللي احنا واحلامكم اللي منتظرينها على الارقام اللي بتظهر على الشاشه. مرحب بيك يا اسماء. ازيك يا نعم؟ عامله ايه يا اسماء؟ ازيك يا رشا؟ عامله ايه؟ انا شو اخبارك؟ انت عارفه حاجه، انا بطلت اشتري كتب والله العظيم وقت ما عرفت كتب خلاص. في التفسير؟ لا، ما هو الواحد من كتر ما بيحلم فانه يا يضطر يفوت على النت ويستفسر ويشوف، يا مثلا يروح ياخد كتب بقى وكل ما يحلم يقوم يفتح الكتاب. لا بس مش كويس موضوع الكتب ده، لان الكتب دي اغلبها انت كطالبه لتفسير رؤية ما ينفعش تستخدميها او تستعيني بيها، لكن يستعين بيها مين؟ واحد مفسر رؤى مبتدئ، فيستعين ان هو بيجمع دلالات الرموز ودلالات المعاني بتاعت الرموز. ماشي، بس في ناس كتير كده. طيب انا بس عايزه اسالك حاجه، انا يمكن سالتك بس عايزه نرجع نسال فيها شويه. دلوقتي في ناس كتير بتحلم في الارواح والحاجات دي، وتشوف يعني تشوف حاجات، يعني زي ما قالت نهلة دلوقتي الميت في المنام، تشوف الجن في المنام كمان بيظهر لها، ده بيدل على ايه؟ اولا هنا نهلة الاول سالت سؤالين مهمين جدا، معنى الجنازه ومعنى الموت في المنام. احنا عندنا موروث شعبي جميل جدا ولطيف جدا، ان الموت في المنام هو طول عمر ان شاء الله، وعلى الغالب ان هو بيبقى كده، لكن في حاله واحده فقط اقلق منه. امتى؟ لما يكون حد عنده مرض والمرض ده ما ييأس منه. يعني من كام يوم تقريبا جاني اتصال من ست كبيره في السن مصابه بكانسر وفي حاله متقدمه جدا. يعني حد اوريدي تعبان واللي حواليه يعني منتظرين كده. ده او هم متاهبين لده بالظبط كده. لا هي كمان الموضوع كان بالنسبه لي انا انسانيا مش عارفه ابلغها ازاي، هي خلاص هي منتظره ان هي حالتها خلاص بقى ما ييأس منها، وكل الرؤى اللي هي شايفاها وعرضتها عليا رؤى بتدل ان هي عندها يعني خلاص هي في معيه الله عز وجل وقارب اجلها. هنا المفسر بيبقى انسانيا مش عارف يبلغ ازاي، وعنده امانه ان هو معبر رؤى، طب يبلغ ازاي؟ يقول ازاي؟ وهكذا. فلا، في رؤى طبعا بتدل على هذا، وكانت من اغرب الرؤى برضو ان شاب شاف في منامه ان هو وقع في حفره وما قدرش يطلع منها تاني، وعرضها عليا وفوجئت ان الشاب دوت، وقلت له طيب قرب من ربنا. هنا بقى بتبقى الصعوبه، هل اقول له ان انت خلاص قربت تقرب ربنا؟ هو شاب صغير في مقتبل العمر، طب انا درجه ايمانه ايه وقربه من ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ ممكن ان انا لما اقول له ده ارعبه، يبقى في حاله فزع، انت قربت تموت، تخيلي وقع ده على النفس شديد قد ايه. فطبعا قلت له، حاولت ان انا اقربه من ربنا وانصحه واقول له تعمل كذا واعمل كذا، حافظ على قراءه القران، اعمل اعمال صالحه، حاول ان انت تعمل صدقات جاريه. انا قربت اموت، انا حاسس ان انا قربت اموت. قلت له لا، عمرك طويل ان شاء الله، لكن استعد ان انت تقابل الله عز وجل بالعمل الصالح، احنا بناخد العبره فقط. فبس بعدها يعني بلغت ان هو يعني لقى الله عز وجل. فهنا الامر في الصعوبه اللي انت امان عندك كمفسره وانسانيا. انا افتكرت دلوقتي لما حكيت لك موضوع على الحفره، قلت لي ليه ليه يا ليلى ليه؟ انا بتخض من الحفره في المنام، يعني بقلق منها، بس مش في الغالب انها بتعني القبر، يعني شبه القبر ان هو الموت. بالظبط كده. لا، وغريب ان هو يعني اللي بيحاول يطلع او حد بيمد له ايده ممكن يكون واقع في ذنب عظيم او حاجه بتغضب ربنا بشكل كبير جدا، معصيه، وهو بيحاول ان هو يعني يتوب منها على فترات. في تليفون؟ في تليفون. طبعا احنا كلياتنا باي لحظه معرضين انه نفارق الحياه. صحيح. يعني فهنحكي عن هذا الموضوع اكثر، وعن موضوع الكفن، اذا كان الحياه الموت يعني حياه، فهل الكفن بيعني ايه؟ حنشوف. بس معنا نسرين. مساء الخير يا نسرين. مساء النور. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. ممكن بعد اذنك اتفضلي اسماء معك. الو، اهلا يا نسرين، ازيك؟ الحمد لله. زي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. ايه بعد اذنك، انا حلمت حلم ان انا كان المفروض ان ده عيد، يعني عندنا العيد وكده، وانا في صلاه العيد وراجعه من الصلاه وطالعه البيت عندنا وكده، فلقيت عندنا في البيت كاننا في فرح، بس هو ما فيش عندنا احنا حاجه، احنا المفروض ان احنا رايحين نلبس عشان احنا رايحين الفرح ده.
وبعدين في البيت بقى لقيت ناس كتير رجاله كبار كده، من ضمنهم جدي الله يرحمه. فجدي ده لقيته قاعد في وسطهم، فانا رحت قعدت كنت مصدقه عشان انا كنت بحبه يعني وكده في الحقيقه يعني. فاول ما لقيته قعدت حضنته وقعدت ابص فيه كتير، وهو ما شاء الله كان وشه منور في الحلم. وقعدت احضنه وابوسه وكده، فهو وقعدت ماسكه في ايده ما كنتش عايزه اسيبه. فهو راح قايل لي ما تخافيش انا هبقى اكلمك الصبح وهكلمك بالليل. ومشيت وانا ماسكه في ايديه وما كنتش هاين على ان انا اسيبه يعني وامشي، وقمت بقى من الحلم على كده. خير يا نسرين؟ هو انت دايما يعني في كده تقصير من المقربين بيكي بالاهتمام بيكي، وده مخليكي ان انت حاسه بالوحده؟ يعني طيب كملي يا حبيبتي، في منام تاني؟ لا طيب معلش يا اسماء احنا هناخد الاتصالات ونجاوب مره واحده. ناخد معانا اتصال تاني. هاله الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا هاله. ممكن اكلم الاستاذه اسماء؟ طبعا اتفضلي. اهلا يا هاله. اهلا بحضرتك. بصي انا في حلمين بصراحه هقولهم لك. الحلم الاولاني ان انا حلمت مره يعني ان الاوضه اللي انا موجود فيها واللي انا بنام فيها مليانه قطط كتير خالص بجميع الوانها بس ما عدا الالوان السوداء. تمام. يعني اللي هي المشمشي والرصاصي ومش عارفه ايه كده، قطط كتير كتير قوي قوي يعني. تمام. ومنها الكبير ومنها الصغير وكده، انا طبعا مش عارفه ايه ده. ده كان حلم. والحلم التاني لسه حلمه قريب يعني من حوالي كام يوم كده. انا عندي اخ متوفي الله يرحمه. الله. حلمت بيه ان هو جاي جاي عندنا في البيت يعني، وبعدين بيقول لي انا والحاجه، الحاجه طبعا موجوده، فبيقول ايه انتوا احنا طالعين عمره. ماشي. فيلا عشان ايه مجهزين بقى احنا الشنط وكده، ف بيقول يلا خلاص عشان احنا هننزل مش عارف ايه، وكلنا بقى موجودين وناس كتير كده في الشقه يعني. يلا عشان ايه احنا نازلين خلصي نفسك وبتاع وكلام من ده. بيكلمني وبيكلم طبعا امي. في الحقيقه امي اساسا راحت عمره قبل كده يعني. بعد المنام ده كانت العمره اللي فاتت ولا لسه ما طلعتش بعد المنام ده؟ لا هي طلعت من زمان قوي، من كام سنه يعني. طيب طيب يا حبيبتي خدتي بالك. تمام ميرسي على اتصالك يا هاله. شكرا يا هاله. رد عليهم يا اسماء دلوقتي. نسرين، بالنسبه لنسرين اعتقد ان في ان شاء الله عندهم مناسبه جميله جدا، مناسبه فرح. واعتقد ان هي بتعاني من الاهمال العائلي ليها ونفسيتها. كونها انها شافت جدها وشه منور فدي دلاله ان هذا الرجل رحمه الله في حال صالح في الدار الاخره. تلزم له الصدقه وتلزم له الصدقه والدعاء. وتفائلي خير يا نسرين، اللي جاي ان شاء الله باذن الله تعالى افضل. بالنسبه لهاله، الحلم الاولاني في ستات كتير داخله في حياتها، في كلام كتير بيضايقها من كتير من اللي حواليها وتدخلات في امورها الشخصيه بشكل متعب، وهي ما بتقدرش توقف الناس دي عند حدودها. لازم واقفه ليهم يا هاله. المنام الثاني اعتقد ان هي بشاره ان احد من العائله هيطلع ان شاء الله عمره وهيعتمر لهذا المتوفى والله اعلم. طب خير. طب اسماء، كنا عم نحكي عن موضوع الموت، يعني اغلب مثل ما قلتي في الموروث الشعبي انه الموت ممكن يكون حياه الا في حالات معينه قلتي لنا. صحيح. بس الكفن شو يعني؟ اذا بدنا نعرف شو موضوع الكفن، هل اذا انا شفت كفن بالمنام انا عم بشتريه لحدا او عم حدا عم بشتري لي كفن او انا عم بلبس كفن؟ احيانا للعزباء الكفن بيكون جواز لانه ستر للعورات. تفسير تاني خالص. رحنا في حته تانيه خالص. وتقوم مخضوضه من النوم وانا شفت الكفن يبقى انا هموت والعياذ بالله. وتتخض والكلام ده كله. لا، بيبقى ما شاء الله بشاره بجوازها، لان هو ستر والعزباء تستر بالزواج. تمام. كونه ان هي تشوف نفسها بقى الجميل في الموضوع، ان كان الاول كان يقول لك ان لما نشوف نفسنا طايرين في الموروث بقى، عشان ليلى قالت معلومه انا بجيب الكتب وبفتحها وبفسر، بحاول افسر، فبيقول لك الطيران يعني الموت، يعني لما اشوف نفسي طاير في الهواء يعني الموت. ده بقى غلط جدا. ليه؟ لان وقتها العلماء القدامى اللي كاتبين الكتب اللي احنا بنطلع عليها وكلنا بنطلع عليها ما كانش عندهم وسيله الطيران، وما كانش عندهم الطياره اللي هي بتعني السفر. لكن دلوقتي بقى عندنا طيران. لكن عندنا الرمز دوار وبيختلف من زمن لزمن لكن عندنا موروثات اساسيه. ممكن الموروثات دي تكون صح وممكن تكون غلط. حلو يا اسماء. طيب يا اسماء، زي ما انا عايزه بس تجاوبيني على سؤالي ده، لما نحلم بالناس التانية ده معناها ايه اذا هم بيجوا لنا في المنام؟ الناس التانية اللي هي مين؟ الناس التانية
استني مين؟ قصدك يعني ان احنا نشوف الجن او الكلام ده؟ شوفي اغلب اللي بيشوف الحاجات دي بيبقى مصاب بعارض روحي. يعني ايه عارض روحي او مرض روحي؟ مرض متعلق اما بمس او بسحر. يعني ايه مس عارض روحي او مرض روحي؟ خبراء الرقية الشرعية عارفين الكلام دوت، اللي هو المس على الغالب او السحر. هو مش بيشوف الجن لان ربنا سبحانه وتعالى جعل بيننا وبينهم حجاب، تمام؟ لكن بيشوف ايه؟ بيشوف الشيطان يمثل له بعض الشخصيات بشكل مرعب، بشكل مفزع في المنام، ويلقي في نفسه ان هم دول العالم الاخر بقى. طيب يعني اوكي احنا معلش يا نهله، اغلبيه المنامات دي يا ليلى بدون مقاطعه لكلامك بتبقى داخله في تلاعب الشيطان. اوكي، اذا انت مثلا احنا دلوقتي في ناس كتير بتحلم بتشوف صاحبتها في المنام، يعني زي ما هي، ايه التفسير انها تشوف صاحبتها في المنام؟ وصاحبتها دي منقطعه بينها وبينها؟ لا 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 حبايب، هما وبيحبوا بعض جدا وكل عادي حاجه تانية. عادي بتشوفها، مفيش مشكله. بتشوف صاحبتها، لكن تشوفها في هيئه ايه؟ زي ما هي. هل تشوفها مثلا عينيها محمره وبتطق شرار؟ هل تشوفها مثلا شكلها مرعب ومفزع؟ فهنا بتختلف الدلالات والتفسير. لكن عادي احنا هنكمل بس تمام. كل الاجابات على كل الاسئله، بس ناخد اتصال عشان ضغط اتصالات. طيب جامد جدا. معانا ابتسام. الو الو. ايوه ازيك يا ابتسام؟ اهلا، ازي حضرتك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام. انا كان ليا تفسير بس. اتفضلي اسماء، سامعاكي، اتفضلي. انا ولي اخ متوفي الله يرحمه ويحسن تقريبا، وكل ما يجي في الحلم يجي معاه واحده، واقول له مين دي؟ مين اللي معاك دي؟ يقول لي دي انا اتجوزتها. عمرها قد ايه؟ في واحده كانت صغيره قصيره خالص بالنسبه له، فشكلها صغير قوي، فبقول له دي صغيره قوي، ايه ده؟ تمام انا اتجوزتها بس حلوه، لابسه فستان زي العروسه كانها عندها، وجميله صح يا ابتسام؟ جدا ما شاء الله يا حبيبتي، ما شاء الله. عروسه لابسه فستان جميله ماشيه قدامه وقصيره خالص، ما شاء الله. ده يجي لها 7-8 سنين، ايه اللي اتجوزتها دي؟ ما شاء الله يا حبيبتي، ما شاء الله. حلوة. خير ان شاء الله. تمام، ممكن ناخد كمان تليفون ورا بعضه. حاضر، بنشكرك على الاتصال يا ابتسام. الو يا عزه. اهلا يا عزه. عزه مساء الخير. ايوه اكلم الدكتوره. اسماء معاكي، اتفضلي. اهلا يا عزه. اهلا بيكي يا دكتوره اسماء. لو سمحتي كنا عندي فيلم كده. اتفضلي. يعني انا كنت في شغلي مع جوز اختي، وبعدين واحده في بنت اتسببت كده في مشكله، وانا مشيت من الشغل بسببها. كل يوم بحلم بيها ان انا بضربها وبتخانق معاها خناقات جامده، ده يوميا. تمام. طلعالي في الحلم وبتضربيها خناقات وبضرب فيها جامد، ان انا بضربها جامد. تمام يا عزه، حاضر. وعندي حلم تاني دايما احلم ان كاني حد داخل عندي البيت وبيهاجمني، وانا بقاومه واقفل البيت الباب وابقى خايفه وكاني حراميه او حد داخلين عليا يموتوني. تمام، حاضر. حاضر يا عزه. طيب. ابتسام، معلش هناخد اتصال تاني. طيب ناخد معانا اتصال تاني. هبه، هدى. الو الو، ازيك يا هدى؟ السلام عليكم حبيبتي. وعليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. بصي انا الحمد لله متزوجه وسعيده في حياتي، الحمد لله. بس حلمت النهارده، يعني اول ما نمت في العصريه كده حلمت ان انا لابس معايا فستان كبير جدا لونه كرومبي كده، وقاعده اخيط فيه، كل ما اخيط القى فيه قطع تاني اخيط، وهو انا معجبه بيه جدا. الله يعينك يا هدى، الله يعينك يا حبيبتي، كملي. حتى في قطع من ورا مش من النوع اللي بيتخيط، يعني زي المتربع كده عايز يعني يتخيط. جوزك عصبي قوي يا هدى؟ ايوه ساعات بيقوم كده، بس هو طيب يعني. خير ان شاء الله. وبعدين جت زي واحده انا كنت عامله قال يعني كان عامله لها جميل، فجت ادتني قماش كتير، قماش بتاع ملايات اللي هو لونه ازرق في احمر كده، بس انا قلت لها لا عيب، هو احنا في بينا جمايل. رحت اديتها القماش تاني، والست دي اسمها منصور، وانا اديتها القماش تاني، فقمت قلقانه بصراحه من الحلم. لا خير يا حبيبتي، ان شاء الله خير يا رب. باذن الله خير. معلش يا اسماء، عايزين نجاوب بسرعه بس عليهم سريعا عشان في تدخل. ده عمل اخوها الصالح الذي كان عليه في الدنيا،
فهذا الرجل رحمه الله كان ليه عمل كبير، عمل خير كبير جدا، والعمل ده ما شاء الله صاحبه في الدار الأخيرة ومصاحب ليه وبينتفع بيه ما شاء الله، اللي هي العروسة اللي هي شافتها معاه عمرها بيختلف من حين لآخر وبينتفع بثواب هذا العمل، واعتقد ان هو صدقة جارية. اما عزة اعتقد ان هي المنام الاول ده حديث نفس، لانها ما قدرتش تدافع عن نفسها، واضح ان هي تعرضت لظلم شديد من الست دي وما قدرتش تدافع عن نفسها، بتحاول بقى ان هي تخرج من نفسها الشعور الكامل بالانتقام بالشكل دوت، وعقلها الباطن بيفرغ لها النوع ده من المنامات. لكن المنام الثاني رؤية عادة، خلي بالك يا عزة كل ما تشوفيه المنام التاني، كل ما تشوفي حد داخل عندك البيت اعرفي ان انت في حد هيدخل حياتك يعمل لك مشكله قويه، وانت عليك ان انت تبداي تفكري زي كل مره بتقفلي الباب، الباب اللي يجي لك منه الريح سد وسريع، فانت بتقفلي فعلا وتبعدي عن المشاكل تماما، والله اعلى واعلم. اما هدى المنام الخاص بيها ان هي جوزها فيه بعض الصفات كده، لكن هي بتداري على جوزها ست طيبه جدا وست من المحافظين على بيتها وما شاء الله، لما بقول لها بتقولي هو طيب بس هو فيه بعض الصفات كده، هي بتحاول تداري الصفات دي. في واحده ست نصحتها ببعض النصائح بس هي خافت على بيتها وخافت على حياتها ورفضت النصائح دي وعملت بتصرف مع جوزها بالفطره، والحمد لله ده بيصلح بيتها. سيبي امرك على الله يا هدى وربنا يصلح لك ويصلح لنا الحال يا رب جميعا. طيب ايه رؤيه الاطفال في المنام؟ الاطفال ليها منامات متعدده، ان انت تشوفي طفل عنده مثلا دون النطق ده بيبقى مسؤوليه انت مقبله عليها ومسؤوليه كبيره جدا. ليه؟ لان هو صغير واهتمامك بالطفل اللي هو يا دوبك في مرحله الخلط شايف مرحله الخلط يا بسرعه يا شيخ بسرعه. طيب اسكت يا خلاص الشيف خلص. اللي هو بيبقى صغير بيبقى طبعا محتاج منك رعايه واهتمام اكبر، فده الامر الحلو اللي انت مقبله عليه محتاج منك اهتمام وهياخد منك كل تركيزك وكل اهتمامك وهتبقي مضغوطه جدا معاه، لكن كل ما كان الطفل كبير كل ما كان المسؤوليه دي نوع خفيف. امتى اقلق منه؟ لما يجي يضربني. امتى اقلق منه؟ لما يجي هو يكون دون النطق ويقول لي حاجه، هنا الحاجه اللي بيقولها لي دي وهو ما بينطقش تبقى حق ولازم اخد بيها واعمل بيها، لان هو دون النطق اذا نطق ما قاله حق ورساله من الله عز وجل. فالاولاد ليها معاني كتير، وعندنا برضو موروث شعبي يقول لك ايه الاولاد في المنام او الولاده في المنام ولاده كلام، وطبعا امهاتنا اللي قاعدين دلوقتي بيتفرجوا عليا عارفين ان احنا لما يقول انا تقول لها انا ولدت او شفت ولد في المنام تقول لها اسكتي اسكتي ده توليد كلام، وحد هيعمل لنا كلام كده وهيقول لنا هيتكلم عليك يعني صح حد هيتكلم. لا بس انا اللي بعرفه انه الاطفال يعني كبنات هم لما تشوفي بنت في المنام احسن من اللي تشوفي ولد في المنام. لا البنات ده اللي انا بعرفه، ده الموروث اللي هو الشعب اللي احنا بقى عايزين نصححه برده شويه. البنت حلوه ودنيا فيها بهجة ودنيا فيها سعادة، بس دنيا فيها مسؤولية أكتر. الولد سند وعز وجاه، يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت هتوصلي لمكانة هيكون فيها شهرة عالية ليكي، لأن الولد امتداد لناس لأبي، فالعمل ده اللي أنت هتوصلي له هيكون فيه شهرة وفيه جاه وفيه عز. البنت دنيا سعيدة كده، هطلع رحلة مثلا مع صحباتي وهبقى سعيده ومبسوطه، هتجوز واحد هيخليني مثلا سعيده ومبسوطه الى اخره. فده بتختلف برضو بقيه الرموز لما بتيجي في المنام وترابطها مع بعض. والله اعلم. طب احنا عايزين نسال على حاجه ثانيه برضو يا اسماء، خلع الضرس في المنام. ده فعلا بيدل ان هو احنا عندنا في موروث ان ده احنا في حد عزيز علينا. الحلقه كلها عن الموروثات الشعبيه. هل ده شوفي الضرس او السنان بتختلف عندي، هي فوق ولا تحت؟ هي يمين ولا شمال؟ هي سنان وانياب ولا دروس؟ انت قلتي دلوقتي درس تمام، ممكن فعلا عندي الموروث الشعبي يقول ان هو ممكن يعني رجل كبير من العائله قد يلقى الله عز وجل، ودي من المنامات اللي بنعرف منها دنو الاجل لحد من العيله مثلا. طيب لو كانت اسنان واحده بس مثلا، بس نفسره بسرعه عشان الوقت في اتصالات. طيب لا عشان الوقت بكره. طيب لو هي وقعت في ايدي يبقى دي طموحاتي وامنياتي انا مش هقدر احققها، رجعت ركبتها تاني هقدر اوصل لها، ممكن تبقى اصدقائي رفيقاتي. يا رب الناس كلها تعرف تحقق احلامها وتاخد اللي هي عايزاه ويعيشوا مبسوطين يا رب. يا رب بنشكرك يا اسماء، بنشكر الجميله اسماء بدوي كانت معانا فقره الاحلام، فقره مميزه جدا. هنطلع لفاصل ونرجع مع نشوف ايه موضوع القايمه مع المحاميه سالي الجباس.